إذا تناول هذا الطبق فسوف تكون علامة فارقة في إيش؟ في التحاليل. وبما أنه سوف أتناول اليوم كضمن خطة علاجية، فمن المؤكد أنه يجب أن يكون هذا الطبق على الأقل مرتين في الأسبوع، نعزز فيه هذه القيم، نعزز فيه كل هذه التركيبة أو التوليفة كما أقول عنها دوما. يأتي عصير الفراولة داعما لهذه الأطباق ومتمما ليش؟ للأنثوسيانين حتى يقوم بعمله. هذا جانب بسيط، وإن كان ليس ببسيط لأنه معاناة كبيرة، ولكن هناك جوانب أخرى وهامة جدا أيضا لمريض الكلى.